صوتك بس ثلاث مرات علّى صلي على النبي الحمد لله الذي تحبب إليك وهو غني عني.
الحمد لله الذي يحلم عني حتى قلبي لا ذنب لي فربي أحمد شيئا عندي وأحق بحمدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناقلا مجال لديك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصالحين وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة اللهم صل على محمد وآل محمد أختار بعض المقاطع لكي لا يطول من المقام الإخوة كما يريدون ذلك. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي على وحبي لك شفيعي إلهك وأنا واثق من دليلي بدلالته وساكن من شفيعي إلى شفاعته أدعوك يا سيدي بلسان قد أقرسه ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راغبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طمع فإن عفوت فخير راح وإن عذبت فغير مال حجتي يا وجودك كرمه وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع يا خير من دعا مودا وأفضل من رجا نورا عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين وأنا يا سيدي عائضا
عظيم ما أبنيت وأوليت
يا حبيب من تحبب إليك، ويا ضرة عين من لام بك وانقطع إليك. أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز متنجز ما وعدت من الصالح.
لو قررتني بالأصفاد ومنعتني سيفك من بين الأشهار وذللت على فضائحي عيون العمار وأمرتني إلى النار وحلت بيني وبين الأمرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميري للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيارتك من خلقه وخاتم نبينا صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة العائسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقل على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أخرجه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تقاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الماء فما لي لا أبكي أبكي لغربة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياه أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أبكي لخروجي حاملا ثقلي على ظهري انظر مرة عن يميني واخرى عن شمالي اذ الخلائق في شر غير شاني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدين
وبرحمتك تعلقي، تصيب برحمتك من تشاء، وتهدي بكرامتك من تحب، فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي، ولك الحمد على بسط لساني. أفب لساني هذا الكال أشكرك، أم بغاية جهدي في عملي أرضي، وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك، وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك. إلهي إن جودك بسط أملي، وشكرك قبل عملي، سيدي إليك رغبتي، وإليك رغبتي، وإليك تأميلي، وقد ساقني إليك أملي، وعليك يا واحدي عكفت همتي، وفيما عندك انبسطت رغبتي، ولك خالص رجائي وخوفي، وبك أنست محبتي. إلهي وسيدي ومولاي، إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي. فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني للجليل، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري، وارحمني لضعفي. سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي. اللهم صل على محمد وآل ذكرك، ولا تجعل شيئا مما تقرب به في آلاء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أجر ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني سعة في الرزق، والأمن في الوطن، وقرة العين في الأهل والمال والولد، والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم، والقوة في البدن، والسلامة في الدين. واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها، وعافية تلبسها، وبلية تدفعها، وحسنات تتقبلها، وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيدي الأسماء، واقطع عني الدين والظلامات حتى لا تأذى بشيء.
خذ عني بإسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعلني من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء معا من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان والسيئات علي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا رب شهري رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. إلهي وقضى السائلون بباب ولا ذا الفقراء بجناب ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصي وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وأعتقنا من النار واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حاضرا
وذنوبنا بي مغفورة، وأرزاقنا بي مبسوطة، وحوائجنا بي مقضية، وهمومنا بي مكفية. اشفي به كل مريض، فك به كل أسير، رد به كل غريب، ضمي حوائجنا فرج بي عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، واعتق رقابنا من النار، وادخلنا الجنة مع محمد وآل الأطهار، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة لأرواح موتاكم، موتى المؤمنين والمؤمنات، لأرواح الشهداء الصعداء، لأرواح العلماء وخدمة أهل البيت، لأرواح الوالد المرحوم مولى محمد علي الناصر يوسف جعفر الناصر. الفاتحة مع الصلاة.